النظافة من الإيمان، تحذر من عمل الشيطان. النظافة من الإيمان، تحذر من عمل الشيطان. لا تؤذي الزرع ولا الحرث، وعمل خيرا يا إنسان، وعمل خيرا يا إنسان. لا 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 وكذا من قتل الحيوان. واحذر من تلويث الماء، وكذا من قتل الحيوان. إن لم تؤذي جوك أبدا، فسيرضى عنك الرحمن، فسيرضى عنك الرحمن. لا 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 لا. من يعمل خيرا سيلاقي من عند الخلاق جنان. من يعمل خيرا سيلاقي من عند الخلاق جنان. فالمسلم لا يؤذي البيئة، وبهذا جاء القرآن. النظافة من الإيمان، فاحذر من عمل الشيطان. لا تؤذي الزرع ولا الحرث، وعمل خيرا يا إنسان، وعمل خيرا يا إنسان. لا 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 فالإسلام هدى في الدنيا، وهو لخلق الله أمان. فالإسلام هدى في الدنيا، وهو لخلق الله أمان. وهو الغيم المثقل حبا في كل زمان ومكان. وعمل خيرا يا إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. ففي إطار الإجراءات الوقائية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية، والاحتياطات التي يجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية، ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها التربية على النظافة العامة والشخصية، انخرطت مؤسستنا، مؤسسة سيدي أحمد عبد السلام، في الحملة الوطنية التحسيسية الخاصة بالتربية على النظافة العامة والشخصية للمؤسسات التعليمية، بهدف نشر الوعي وحث التلاميذ والتلميذات على احترام قواعد النظافة العامة والشخصية، وذلك من خلال أنشطة نظرية وتطبيقية هادفة ومتنوعة. وشكرا. غسل اليدين وغسل اليدين وتطبيقها ونظافة الجسم. لماذا نغسل يدينا؟ نغسل يدينا بالماء والصابون. متى نغسل يدينا؟ متى؟ قبل وبعد. نعم، قبل
ونغسل أيدينا بالماء والصابون. لاحظ معي هنا، إذا يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 30 ثانية. يعني كي نغسل يدينا يجب أن نستغرق مدة 30 ثانية. طريقة غسل اليدين، من يقول لي طريقة غسل اليدين؟ أولا لاحظ جيدا، نبلل أيدينا بالماء بالماء الدافئ، من الأحسن أن يكون ماء دافئا، ثم بعد ذلك نستعمل الصابون وماذا نفعل؟ نحن بين أصابع اليدين لمدة 30 ثانية، ثم بعد ذلك نشلل اليدين بالماء ونستعمل ونرشف أيدينا استعمال واحد مثل الأوراق المناديل الورقية. لماذا نغسل اليدين؟ لماذا الاهتمام بها غسل اليدين لمدة 30 ثانية؟ لماذا؟ ما أهمية غسل اليدين ولكن لمدة 30 ثانية؟ لكي لا نمرض. جيد، لتحمينا من الأمراض. نعم، لكي تحمينا من الأمراض. جيد، مكانكم. يا صديقتي صباح الخير، لماذا تحملين هذا الدرع؟ لكي أتوضأ حتى أصلي صلاة الصبح، ومن خلال ما درسناه في العبادة حتى المكان الذي سنتوضأ فيه ليس مكان الوضوء فحسب، بل حتى مكان الصلاة والملابس والسجادة. هاني أننا نحن المسلمون بهذا الدين العظيم الذي عوضنا على النظافة والنظام في حياتنا. أرد في البيئة المدرسية والمنزل. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذاك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالنظافة مطلب مهم ينشده الجميع، لأن ديننا الإسلامي يحث على النظافة والطهارة في كل شيء، ويجعلها شرطا أساسيا في كثير من العبادات ومنها الصلاة. ونجد أن إهمال النظافة يسبب كثيرا من الأوبئة الخطيرة مثل الملاريا والكوليرا التي تنتشر بسبب القاذورات والمياه الراكدة في المستنقعات، وتؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة في كثير من الأحيان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والنظافة تهم مجالات مختلفة، أهم نظافة اليدين. النظافة هي مجموعة من العادات والممارسات التي يقوم بها الإنسان للحفاظ على صحته، وتعتبر عماد الصحة وعاملا مهما في احترام الناس ومبعثا للحيوية والنشاط للإنسان. ومن أحد أهم أنواع النظافة نظافة اليدين، التي تشمل غسل اليدين وتجفيفهما وكذا تقليم الأظافر لاحتوائها على عدد هائل من الأوساخ والميكروبات. كما يعد غسل اليدين وسيلة لردع انتشار الأمراض في المجتمع، وينصح الأطباء باستعمال مستحضرات تعقيم تحتوي على الكحول، لأنه يقضي على مختلف أنواع البكتيريا والفيروسات. ويجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وأيضا بعد الخروج من المرحاض وبعد لمس أي حيوان. يحدث القسم الأكبر من حالات انتقال العدوى عن طريق اليدين، وهذا يعني أن نظافة اليدين أمر هام لعدم انتقال العدوى من شخص إلى
قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والنظافة هي ليست نظافة شخصية فقط، ولكن تشمل نظافة الجسم والمدرسة والمنزل. البيئة المحيطة بنا خلقها الله نظيفة طاهرة، من واجبنا أن نحافظ على نظافتها لنستمتع بها كما خلقها الله. النظافة عامل أساسي للفرد، ولذلك يجب المحافظة على النظافة البدنية والمنزلية والمدرسية والصحية. النظافة من الأيمان، وللنظافة مجالات متعددة. النظافة البدنية يجب الاستحمام اليومي للبدن، محافظة على غسل الملابس وارتداء ملابس نظيفة. نظافة المنزل يجب محافظة على نظافة السرير وغرفته. يجب المحافظة على نظافة المنزل وعدم رمي الخاذلات والأوراق والأوساخ فيه. نظافة المدرسة المحافظة على الصف ونظافته، محافظة على طاولتك ومقعدك، محافظة على كتبك المدرسية وعدم إتلافها. يعني نظافة البدن ونظافة الملابس ونظافة المكان، المكان العمومي والمكان. إذا هذه أنواع الأنواع التي تشمل ما الله؟ النظافة. يا ما الذي يشمل الطاقة أو التكييف أو هناك؟ نظافة المحيط، نظافة اليدين، نظافة ما قبل الطعام. ما قبل، نعم، قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام. هذه الأنواع. نعم رجال، نعم تصوير الجسم بصفة عامة، وهذا واضح مجسد في عملية الاستحمام كذلك. نعم حسن جدا ممتاز. إذا عملية الوضوء يجوز بما النظافة. مزيان. ماذا كذلك؟ يلا هداي. النظافة هي التطهر من الأوساخ. نعم التطهر من الأوساخ. نعم سيموري. النظافة هي التطهر وإبعاد الأوساخ والجراثيم. ممتاز ممتاز مزيان. إذا سببنا سنحاول الآن أن نتطرق إلى كل نوع من الكلام. إذا الكلام ذكرت نظافة اليدين، وهي جد مهمة بالنسبة للأنواع الأخرى، وسنرى لماذا. نعم إذا انتهى فقط موضوعي حول نظافة اليدين. إذا استمع إلى الصديقات حتى نناقش هذا المحور. نظافة اليدين النظافة عامل أساسي للفرد، وهي ضرورية للعيش السليم، كما أنها حالة ذهنية وقلبية تشتمل الآداب والعبادة. قد دعا الإسلام إلى سبل النظافة كالغسل والوضوء والسواك وتقليم الأظافر وإزالة الأوساخ. فقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وثيابك فطهر. صدق الله العظيم. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم أن النظافة من الإيمان، وللنظافة عدة مجالات: النظافة البدنية، النظافة المنزلية، النظافة المدرسية، والنظافة الصحية. ومن بين هذه المجالات نتناول النظافة البدنية، وبالضبط غسل اليدين، حيث أكدت مراكز الأمراض CDC أن أهم ما يمكن أن يفعله الشخص لتجنب المرض هو غسل اليدين. إذا فما هي الطريقة الصحيحة لغسل اليدين؟ ننتبه لك حكي نتعلم عن الطرق العملية لغسل اليدين. إذن لكي تكون النتيجة إيجابية، أولا اغسلوا أيديكم مستخدمين ماء دافئا، واستخدموا الصابون لقتل الجراثيم. ثانيا دلكوا أيديكم بقوة وابرقوا سطح اليدين. ثالثا استمروا بالتدليك والفرك والفرك لمدة 10 إلى 15 ثانية. رابعا